ايه يا حبيبتي، اتأخرت عليكي؟ لا خالص. بقولك ايه، تيجي ناخد لنا كاسين؟ لا انا ممكن اشرب عصير. اوكي، في عصير في التلاجة. طيب انا هدخل تواليت بس الاول. يلا. انا العصير جاهز يا حبيبتي، عقبال ما تشربيه بس انا كنت دخلت الحمام. اوكي. ايوه جودي يا حبيبتي، هي نامت دلوقتي. افتح الباب انا جاي. ايه يا حبيبتي، ايه ازيك، اخبارك ايه؟ وحشتيني قوي. مين جوه؟ مفيش حاجه ابدا، انا كنت بغير هدومي. مين معاك جوه يا سامي؟ مفيش حد، انا كنت معلي التلفزيون بس وانا بغير هدومي. في ايه؟ مالك؟ كنت فين؟ انت كنت بتعمل ايه؟ بنتي ما بعملش حاجه، بقول لك كنت بغير هدومي. انت قلت لي نازله وحاجه احتمال اتاخر يعني. طب انا عايزه ادخل فوق. يا بنتي تعالي بس نقعد مع بعض شويه، انت كنت وحشاني قوي. تعالي لوحدك. تعالي، اخبارك ايه؟ مالك في ايه؟ دي احسن صفه في الدنيا على فكره، تبقي ريلاكس كده ومفيش اي حاجه في الدنيا في دماغك. انا مش عارفه اقول عليك ايه اللفظ اللي ممكن يتقال على واحد زيك. دهني سؤال، تقدري تقولي كده مش اكتر؟ ما تتصوريش يا ايتن انا قد ايه بحب الحريم، وخصوصا النوعيه دي. لما بقعد مع واحده منهم بحس اني بملك الدنيا وما فيها. يا اخي اتكسف من نفسك، اعتذر على الاقل. ليه؟ هو انا عملت ايه غلط؟ احنا من قبل ما نتجوز وانت عارفه عني كده، ولما واجهتيني ما نفتش، صح ولا غلط؟ صح صح فعلا، انا اللي غلطانه اني اتجوزت واحد زباله. زباله؟ اتجننتي ولا ايه؟ اتجننتي؟ اوعى تسيبني. تعالي هنا، انت رايحه على فين؟ مفيش روح من البيت ده الا باذني. تبتدي بمراتي ولا ايه؟ واللي حواليك عليه تعمل ايه؟ سامعه؟ طلع واطي. طب والعمل؟ لازم نشوف حل، لازم نشوف حل. ما انت السبب في كل حاجه من الاول، انا قلت لك انا مش مستريحه له. سيبك من مين السبب دلوقتي، لازم نفكر هنعمل ايه انا وانت. انا عملت حاجه كده قرصت ودني، اما اشوف بقى هيعمل ايه بعدين.
كابتن هاني، كل حضرتك امرت بيه نفذ بالظبط. سامع، انت كويس يا حبيبي؟ انا جاي اقول لك كلمتين بس وامشي على طول، بس بليز ركز فيهم كويس. انا ما بتكسرش، يعني من الاخر كده محدش يقدر يلوي دراعي. وعشان ابقى واضحه معاك، ودي حاجه صعبه قوي انها تحصل، بس عشان انت غالي عندي، اللي حصل ده قرصه ودن خفيفه. عشان تفهم كويس قوي ان اللي يدوس لايتن على طرف افرمه. ربنا يشفيك يا حبيبي وتخرج من المستشفى بألف سلامة. بس ده بقى متوقف على كلمتين تقولهم. انتي طالب. عارف لو قلتهم دلوقتي هترحم نفسك من بلاوي كتير قوي لسه جاية. سلامتك يا روحي. باي. وحشتوني قوي. انت ايه اللي جالك هنا؟ انا هبلغ البوليس. انت جاي هنا تعمل ايه؟ امشي اطلع بره. طب ما تبلغي، قولي لهم جوز بنتي وجاي اخدها. ايه رايك؟ لا انت فعلا شكلك ما بتتعلمش خالص. لا ازاي؟ اتعلمت طبعا، بس واضح ان انت ما عرفتيش مين سامح كويس. لو انت الصادق، واضح ان انت اللي ما تعرفش مين ايتن كويس. بنتك غلطت يا هانم ومش عارفه حجمها. بقول لك ايه؟ انت اللي غلطان، محدش يروح يقول لمرات الخبط لازق في وشها انا بخونك، انت مجنون ولا ايه؟ انا اصلا مجنون. متخافوش تسكت على كده ليه؟ المرة دي فاضي. ها؟ حسب يا شيخ جاتك القرف. اللي عملتيه مش هيعدي بالسهل يا ايتن، وهتدفعي ثمنه غالي. امشي! داهية! يا ده مجنون ومريض!